حول هذا الأمر بينضم لنا الشيخ محمد عبد الله نصر الباحث الإسلامي. شيخ محمد، بداية أهلا بك معنا في مصر في أسبوع. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم وبمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا بك يا فندم. شايف إزاي سبب الاعتزال، يعني بعيدا عن المطربة، ولكن سبب الاعتزال اللي وصفته بذنوب هذه المهنة؟ الأول أغني الأمة المصرية برأس السنة الميلادية التي هي مناسبة كل سنة وانت طيب يا فندم وكل المصريين بخير. الشعب المصري وحضرتك طيب والشعب المصري كله طيب، رغم أنف الوهابية ورغم أنف السلفية. في الحقيقة هذه النوعية من يعني نقدر نقولها يعني استعطاف الناس بشكل أو إثارة الشهرة والنجومية حول شخص ما قد يكون مقصرا في حياته الشخصية، لكن نأتي هنا إلى النقطة الأهم وهي الغناء. الأخت التي اعتزلت قالت أنها يعني ارتكبت ذنوبا وأثاما. السؤال، هل الغناء حرام أم حلال؟ الحرام في علم أصول الفقه هو ما ثبت بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في القرآن، فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفي آيات أخرى قالوا أحل الله كذا وحرم كذا، وليس من ضمنها الغناء، فلم يأتي فيه نص يحرمه. أما ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبيح الغناء تارة وتحرمه تارة، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك سلطة التحريم والتحليل. كل الآيات في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التساؤل إلى الله، والله يقول هذا حرام، هذا أذى، هذا كذا، يعني يستفتونك قل الله يفتيكم، يسألونك عن كذا قل الله كذا، الله هو الذي يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل، ولم يرد نص صريح أو حتى مبهم في القرآن يقول بحرمة الغناء أو بكراهية. المشكلة الأكبر أن هناك فصيل من الناس يحرمون الغناء والأصوات العذبة والموسيقى بدون نص، ثم يبيحون لنا أصوات التكبير وهي تقتل الناس وتذبحهم، ويقولون أن هذه فريضة وأن هذا جهاد في سبيل الله. الأخت التي يعني اعتزلت المطربة ساندي، أظن أن لو كان لديها ما تقدمه من فن راق، فن يرتفع بمستوى المستمعين، فن يأخذ بآذان الناس بعيدا عن الكلمات يعني التي لا تربي أجيالا، كان عندنا السيدة أم كلثوم كانت حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت تنشد أعزب الألحان، وكانت امرأة تقوم بدور سياسي ووطني في دعم الدولة المصرية. هل كان ما تفعله هذه المرأة حراما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضرتك بتتكلم على ان الاغاني الوطنيه هي اللي حلال، مش وليست الاغاني الوطنيه فقط، كل يا سيدي الفاضل الكلمات العذبه الجميله مش شرط وطنيه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في عام الوفود سنه 10 هجريا دخل عليه احد فطاحل الشعراء وانشده قصيده مبدوءة ببيت شعر في الغزل، عادة القصائد في الجاهلية أنها تبدأ بالغزل. القصيدة كان مطلعها بانت سعاد فقلب اليوم متبول. النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى هذه القصيدة، وكانت له شاعرة من الصحابيات اسمها الخنساء التمادر بنت عمرو بن الشريد، كانت تنشد الشعر في كل المجالات، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينشد الشعر في حلب، شعر من النوع الآخر، شعر وطني في حلب. ماشي، بس الشعر الوطني وشعر الرسول حسان بن ثابت كان شيء تاني غير الشعر اللي موجود حاليا أو الكلام في الغزل والحب و قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قصيدة مطلعها بيت شعر في الغزل بانت سعاد. سعاد كانت حبيبة الشاعر كعب بن زهير الذي أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى هذه القصيدة. والمعيار هنا المحرمات في القرآن الكريم، هل من بينها الغناء؟ القرآن قال وقولوا للناس حسنا. إذا كان الشعر حسنا فيه كلام راق حتى في الحب وفي الغزل، ولكن بشكل راقي يعني ليس فيه سب وشتم. النهاردة احنا بنسمع أغاني ما فيهاش سب وشتم، لكن ما الفائدة منها؟ لا شيء فيها. يعني فأنا أقول هنا أن الغناء ليس فيه حكم بالحرمة، ومن يحرمه فهو لا يعلم عن القرآن
شيئا. وعلى هذه المصيبة وأمثالها يعني هم بياخدوا منحة تاني، هي ممكن ما تكونش في الفن لاقية أو في الغناء لاقية مكان. النهاردة سهل جدا أي حد من تيار التأسلم السياسي يحط لها حجاب على شعرها ويعملها برنامج بملايين ويشاهدوا الملايين والمذيعة التائبة. أصلا من يتوب؟ من يتوب؟ يتوب إلى الله بينه وبين نفسه. والذنوب التي ترتكب ما علاقة الغناء بها؟ انت الحياة الشخصية طيب. يا شيخ محمد، بالفن. شيخ محمد، في باب كبير موجود في كتب الفقه واسمه باب المعازف، وشارح بالتفصيل يعني حرمانية الغناء أو المعازف، يعني بالتأكيد حضرتك قرأته ولا ما قرأتوش؟ نعم، ودرسته في الأزهر. طيب كويس جدا، درسته في الأزهر، وفي شيوخ كتير ودكاترة وأساتذة موجودين في كليات جامعة الأزهر بيتكلموا على الباب ده وبيقولوا إن زي ما قالت بالضبط ساندي إن الغناء حرام. أنت مع هذا الرأي ولا ضده ولا بتجتهد؟ لا، أنا ضد هذا الرأي. وحتى وأنا كنت طالب في الجامعة هناك فصيل كبير من الأساتذة المستنيرين الذين كانوا يرفضون هذا الكلام. هذا الكلام يعني لو احنا اخذنا بالفقه، الفقه في امور كثيرة خرج عن النص القرآني. يعني على خد مثال بسيط وسريع، النص القرآني اطلق حرية الاعتقاد فقال لا اكراه في الدين، التراث قال من بدل دينه فاقتلوه، في عكس القرآن. لو احنا اخذنا بالنص القرآني، النص القرآني لم يتحدث عن الغناء ولكن وضع ضابط عام وهو وقولوا للناس حسنة. واحنا وحضرتك مذيع دلوقتي وقولوا للناس حسنة، وانت في بيتك وقولوا للناس حسنة. اما ما جاء في كتب الفقه فهي يعني اثار ومناهج فكرية لاشخاص فكرهم ليس مقدس. ما بتخافش من الكلام ده يعني يا شيخ محمد؟ ما بتخافش من الكلام ده دلوقتي بعد ما لبس الكاتب والباحث اسلام بحيري البدلة الزرقاء سنة سجن؟ انا لا اخشى لا السجن ولا الموت. و2016 هي عام ثورة التنوير، وجماهير التنوير في كل أنحاء العالم العربي وفي مصر يعني ستخوض معركتها ضد القوى الظلامية. أقولها الآن على قناة تن، أنا مستعد لمناظرة من يدعي أن الغناء وغير الغناء حرام، لنقول لهم حرمتم علينا كل حاجة في عيشتنا. حينما يصبح القتل والذبح والاغتصاب وسبي النساء فريضة ويصبح الفن والمعازف والموسيقى حرام، انت مع المقولة ان حلاله حلال وحرامه حرام ولا بتحلل كله؟ يعني كده في ثلاث آراء، في بيحرمه كله وفي وسط حلاله حلال وحرامه حرام وفي بيحلل كله، انت مع مين فيهم؟ انا مع لا اقدر اقول لا اقول على شيء انه حرام طالما لم يحرمه الله. الفن اذا كان الغناء هادفا بموسيقى جيدة، حتى انا بالنسبة لي ممكن احرم الدب اللي بيسموه موسيقى بتاع المهرجانات الشعبية ده مؤذي للاذان. ممكن اقول في ده انه يعني يلوث البيئة ويلوث تلوث سمعي وتلوث بصري، ده اللي يطلق عليه الحرام الحقيقي. لكن ده يطلق عليه حرام؟ لا ثانية واحدة. نعم؟ ده يطلق عليه يعني المهرجانات حرام او المهرجانات الشعبية حرام وبقية الاغاني حلال؟ من باب افساد، من باب ان الله قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. شوف الصوت اللي بيبقى شغال في الدي جيهات حضرتك، وفين الموسيقى؟ لا ده يعني لما تسمع كده، هو ده راي الدين يا شيخ محمد؟ هو ده راي الدين ولا رايك الشخصي واجتهادك وحبك لنوع اغاني عن نوع تاني؟ لا يعني في واحد بيحب عبد الوهاب ما بيحبش ام كلثوم، مش هيحرم ام كلثوم عشان مش بيحبها. لا اقصد هنا الحرام كنص ديني، لا حرام يعني لا يجوز في حق المجتمع انه يعمل في نفسه كده. يعني انا احلل الفنون لان الله لم يحرمه، هي من المباحات التي سكت الله عنها ولم ياتي فيها بامر من حل او حرمه. وانت ضد كل ما جاء في باب المعازف؟ لا نعم، لا يلزمني انا هلتزم برأي ابن تيمية الذي كان يكره نفسه وليه 230 فتوى يستتاب او يقتل عشان كان بيكره المعازف والفنون فقال عليها حرام. هلتزم برأي ابن تيمية واعمله تشريع؟ طب هو مش في اجتهاد مع نص يا شيخ محمد؟ لا يوجد نص، انا اتحدى من يأتيني بنص في كل باب المعازف ما فيش اي نصوص. النص لابد ان يكون نص قرآني قطع الثبوت قطع الدلالة أو حديث موافق للقرآن، لأن وكمان إيه الحديث أن يوافق القرآن ولا يشرع
مستقلا عن القرآن. يعني حديث مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، موافق لنصوص قرآنية، لكن إن الحديث نفسه يشرع نص يحل أو يحرم بعيدا عن كتاب الله، لا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك سلطة التحريم والتحليل ما كان سأله وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يستفتونك كل مرة الله يقول له قل قل قل، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفسه وإلا ما كان سأل الله سبحانه وتعالى. فالمشرع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، والمصدر هو القرآن الكريم، وما عداه وما عدا القرآن هي مجرد مصادر ثانوية لا يبنى عليها. أقولها بكل قوة وصراحة، لو كان الحديث وحيا من الله سبحانه وتعالى لدونه النبي بيده كما دون القرآن ولا متركه حتى سنة 220 هجرية. طيب هيبقى الأمر، يعني في جدال كبير جدا ما بين بعض العلماء اللي بيحلوا ويحرموا الغناء والبعض الآخر اللي بيحلل، وبالتأكيد يعني ده ليه أراءه وده ليه أراءه، يعني بالتأكيد في نصوص أو في اجتهاد، يبقى الأمر للمتخصصين أكتر. أنا عايز رأيك دلوقتي يا شيخ محمد بالنسبة للإسلام بحيري، شايف إسلام بحيري كان بيجتهد من أجل تطوير ويعني تنقية الخطاب الديني، ولا كان بيزدري الخطاب الديني وبيزدري الإسلام؟ طيب ما تخلينا بقى نجيب الموضوع على صراحة وما نشخصنوش. لا خلينا نشخصنه علشان الحكم كان الأسبوع ده وإحنا بنناقش الحكم اللي كان على إسلام بحيري. أنا رافض حكم إسلام بحيري ورافض أي حد يسجن في قضية رأي. ليه بقى؟ بالقرآن الكريم الله قال لنبيه فإن كذبوك، يعني في ازدراء أكتر من كده لو تعتبروا ده ازدراء، فإن قالوا لك يا محمد أنت كاذب فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كمان ربنا قال لنا بقى في القرآن إذا جلسنا في مجلس يسب فيه الله وتستهزأ بآيات الله فلا تقعدوا معهم، منتهى الأمر. نعمل إيه لو سمعنا واحد بيزدري الله وبيزدري آيات الله؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لقلنا أم أقتلوهم ولا ودهم المحكمة. بس يا شيخ محمد يعني هو بيشكك برضو في البشر. يا شيخ محمد هو بيشكك في كتاب البخاري، وكتاب البخاري هو تاني أصح كتاب في الإسلام بعد القرآن الكريم، طبعا لا مقارنة بين القرآن الكريم والبخاري، ولكن هو تاني أصح كتاب في التاريخ ولو الإسلامي. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس هناك صحيح إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وما عدا. هسأل سؤال هنا بقى اللي بيقولوا المقولة دي، هو البخاري لو لم يبعث، البخاري لو لم يبعث سنة 220 هجريا هل كان الإسلام ناقصا؟ الله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بس يا فندم أكملت لكم دينكم، هو بس ربنا بيسبب الأسباب، يعني زي ما سيدنا أبو بكر الصديق أمر بجمع القرآن، سيدنا عمر بن الخطاب وضعه في كتيبه وأصبح فيه بعد كده في مصحف عثمان، يعني بيسبب الأسباب، في أشخاص معينين بيعملوا كده. برضو البخاري ومسلم في صحيحيهما هم اللي جمعوا ودونوا الأحاديث الشريفة بعد تنقيتها. السؤال هل تم تنقي حديث بعثت بالسيف وجئتكم بالذبح وأمرت أن أقتل الناس دون الدخول في يعني في قلب هدخل. الأمور علشان أنا مش متفقه في الدين. طيب. يعني متدين ولكن مش متفقه في الدين بالقدر اللي أقدر أرد في الأمور دي، ولكن خلينا في القضية بصفة عامة. السؤال 220 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى كتاب البخاري، ألم يأتي أحد من الصحابة يعني صبت النبي سيدنا الإمام علي والمقربين منه لم يكتبوا أحاديث النبي، والنبي قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ثم بعد 220 عام ماذا يعني المسلمين ازاي كانوا عايشين 220 سنة ما يعرفوش ان الغناء حرام، ما يعرفوش ان الخروج من الاسلام يعني يستوجب حد الردة، ما يعرفوش ازاي ان في رجل قعدوا 220 سنة في حال الضلال ينتظرون الامام البخاري على عيني وراسي الذي جاء من اوزبكستان حتى يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وايه يا استاذي حضرتك لو تقدر دلوقتي تقول لي انا اول كلمة قلتها لك في المداخلة ايه؟
واحنا في عصر التكنولوجيا، هتقول لي هرجع للتسجيل. بقى بعد 220 سنة فضل النص اللي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو اعتبرنا ان النبي مشرع بيقول غير اللي في القرآن. الله هدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لو النبي قال شيء مخالف للي في القرآن، ما هو المشركين قالوا ايه؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يعني أنت يا فندم في قضية إسلام بحيري أنت مع الرأي ومع الاجتهاد في الرأي طالما لم يمس القرآن، لم يمس الآيات القرآنية. الآيات القرآنية بالتأكيد هي ثوابت. انت شايف ان الاحاديث الشريفه فيها البعض ممكن يؤخذ ويرد على هذا الامر، البعض الاخر طبعا بيراها ثوابت. انت شايف ان يعني يفتح الباب في الاجتهاد فيها؟ اولا يجب ان ينشا علم جديد اسمه علم نقد المتن. الحديث النبوي المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم تم التعامل معاه على اساس الاسناد اللي هم الرواه اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وما يهمش فلان قال ايه، المهم انه فلان ده كويس ولا وحش، صادق ولا كذاب. مش موجود ده في جامعه الازهر يا فندم؟ يعني احنا عندنا اكبر جامعه سنيه علميه على مستوى البسيطه او على ظهر البسيطه. لو دخلنا جامعه الازهر هقول لحضرتك انها خلاص تم اختراقها من الاخوان والسلفيين والتيار السني. انا طبعا ولا شيعي ولا سني، انا غير مذهبي. التيار السني دخل في حاله يعني لا شيعي ولا سني منذ القرن السابع الهجري وقفل باب الاجتهاد. واحده واحده عليا، افهم يعني ايه لا شيعي ولا سني؟ أنا مسلم. أولا الإسلام ليس فيه مذهبية. الله يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من أين أتت كلمة سني وشيعي أصلا؟ سيدنا إبراهيم قال هو سماكم المسلمين، ما قالش سماكم السنيين والشيعيين. السنة والشيعة هم جماعتان نشأتا على إثر خلاف سياسي على السلطة بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان. لا تلزمونا بخلافاتكم، نحن على دين محمد. يا سيد الفاضل، هو مش السنة هي اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه؟ لا مش بالتصنيف ده. مش بتكلم على طائفة السلفيين أو مثلا المتشددين في الدين أو ما علينا بمتشددين ولا لا، ولكن مش بتكلم على سلفيين ولا إخوان ولا شيعة، ولكن أنا بتكلم على السنة، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان مسلما أم كان سنيا أم شيعيا؟ اتباع سنة النبي، لا، هم المصطلح ده حينما يطلق مصطلح سني لا يقصد به اتباع سنة الرسول، إنما يقصد به أنك خاضع لتشريعات المنهج السني بمذاهبه الأربعة، الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي وابن تيمية وغيره ومن لف لفوه. وحينما يطلق لفظ شيعي فأنت متبع لمذهب آل البيت والإمام علي بن أبي طالب. وفي الحقيقة أن هذا مجرد صراع سياسي أخذ شكلا دينيا. لكن سيدنا إبراهيم بقى ليه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، لم يسمينا غير المسلمين. يا سيد متى الفاضل، نعود إلى الإسلام المحمدي؟ شيخ محمد، نعم، يعني بالتأكيد في تشريع وفي اجتهادات أتت بها الأربع مشاريع طبعا. نعم. بشريه، ما احنا لا وإن لما كانش اختلف ابن حنبل عن ابو حنيفه عن الشافعي عن كذا كذا، يعني بالتاكيد الاربعه اجتهادات بشريه، ولكن بيسعوا من اجل توضيح الدنيا بالنسبه للمسلمين لجمهور المسلمين. فان انت تبعد بره ده، طب انت هتعمل واحد خامس مثلا تمشي عليه؟ يعني السؤال، اولا هم ما كانوش مذاهب اربعه فقط، مصر كان فيها افقه الفقهاء الليث بن سعد وأحرقوا كتبه، وقال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه، يعني لم يدونوا مذهبه. لا، إحنا عندنا وعندنا المذهب الظاهري لابن حزم، ولم يقل أحد منهم أن كلامه دين. يعني أنت في حضرتك الإمام أبو حنيفة وأنا حنفي المذهب، لم يقل يعني يجب أن تلتزموا بآرائي، ولم يقل أن هناك اسمه المذهب الحنفي. من جاءوا بعده والتزموا بمدرسة الفكرية. ونحن على أعتاب القرن الخمستاشر الهجري، ألا يجوز لنا أن يكون لنا رؤية جديدة في تأويل النص القرآني بما إنه صالح لكل زمان ومكان؟ هل حضرتك النهاردة النص القرآني تأويله تمام أيوة، أنا بقول تأويله يعني تفسيره. تمام. هم فسروه وفق زمانهم،
ووفق رؤيتهم هم. الآن يجب أن نجتهد أيضا طيب. ونستخرج من القرآن كنوزا. في إجابة سريعة موجزة في كلمات بسيطة، أنت ضد ما حدث لإسلام بحيري اليوم؟ أنا ضد ما حدث لإسلام بحيري ولكل سجين رأي، وأرجو يعني حتى لا أطلب عفوا من الرئيس، فنحن لسنا مذنبون أو مجرمون. حتى لو قضى هذا العام في السجن فهذا فخر لتيار التنوير. طيب الشيخ محمد عبد الله نصر، بشكرك شكرا جزيلا. بالتأكيد قضايا خلافية، سواء قضية الغنى هل هو حلال ولا حرام زي المطربة ساندي واعتزالها، أو حتى قضية إسلام بحيري هل هو كان مع ازدراء الأديان أو كان بيزدر الدين الإسلامي، ولا كان بيعمل عقله وبيجتهد من أجل صحيح الدين والبحث عن صحيح الدين. قضايا اختلافية، يعني أتمنى من شيوخنا وأساتذتنا اللي موجودين في جامعة الأزهر اللي بنقول لهم بالتأكيد ويعني بنثق في علمهم ان هم يكونوا يعني يبصرون بالمستقبل في هذه الامور، لان بتعمل بلبله عند عدد كبير جدا من المصريين ومن المسلمين بشكل عام.